السلام عليكم اخويا، معكم جواد السايح، ممثل مغربي. اليوم بغيت ندوي مع الجمهور المغربي، لان هاد اليومين هادي مطلوقة واحد الاشاعه بانني مريض بزاف وعلى فراش الموت، وكاين اللي داير كاع بانني راه مت. واحد جوج مواقع الله يسمح لهم هما اللي طارقين هاد الشيء. هاد الاشاعات هادو كي تيخلقوا بزاف ديال الصداع، تيخلقوا فتنه في وسط العائله ديالي والاصدقاء ديالي، لان تيبرطنا هاد الشيء بزاف. وحرام عليهم انهم كاين شي ناس كيبغوا يديروا البرد باش بالاشاعه وبالكذوب على عباد الله. انا كنقول لكم اليوم تاريخ 24 شهر 10 كان والبارح اللي خرجت هذه الاشاعه ديال انني مريض، واني ولا حين شي تصور هما قدام عندهم في العمر ديالهم 3 سنين فاش كنت مريض في قلمي، ودابا كيروحوا فيهم وتيقولوا راه جواد التاح راه مريض وداك الشيء وكياكدوها، حرام عليهم. انا كنقول لهم راه جواد التاح بخير وعلى خير، ما مريض ما حتى شي حاجه. انا حاليا كندرب على واحد المسرحيه مع نخبه من الفنانين اللي هما زغر فليفله، الاستاذه الكبيره شوقي الساروتي، وسمو احمد مهيول، وعباس كامل. مسرحيه سميتها مسامر الميدان. حنا الحمد لله بخير وعلى خير، والناس اللي كيتصلوا بيا باش يطمئنوا على الصحه ديالي الله يرحمهم الوالدين الله يجازيهم بخير، والناس اللي كدعي معنا الله يسترهم والله يحفظهم. ولكن تنقولوا بركه، كفى من الاشاعات، حرام عليكم تبقاو تديروا تدبروا على رزقكم وديروا البث بالمعاناه تاع الناس. وتحيه كبيره للقناه ان تي في، وتحيه كبيره للصحافه المغربيه، غير هو ما تبقاوش تلوحوا بعض الاكاذيب وتصرعوا. وشكرا.